الباني ديالو كيجي مع الكوموند لي باني الصيدليه اللي عندنا هنايا كتمتاز بانها كتوفر على واحد اربعه الوحدات. نبداو بوحده ديال الفاب لاب سونتي، هي اللي شفتو الفوق دوك، هي اللي فيها لامبريسيون 3 دي، وهي اللي الحمد لله عندنا زعما كم افونسين فيها. دوك عندنا بزاف ديال المشاريع اللي خدمنا عليهم، مشاريع كل ما كيتعلق بليميسيون ديال السي اتش، دوك المشاريع البيداغوجيه، المشاريع الاستشفائيه، المشاريع ديال البحث والابتكار، والمشاريع ديال الصحه العموميه. كذلك عندنا وحده التعقيم واللي كتخضع للمعايير الدوليه، اول مره التعقيم فيها واحد سيستم انفورماتيزي، دوك اللي انفورماتيزي وحوسبه. كاين مصلحه ديال التحضيرات الدوائيه الاولى على الصعيد الوطني بالنسبه للمراكز الشفائيه الجامعيه. كاين مصلحه ديال تسيير الادويه والمواد الصيدلانيه اللي موجودين فيها دابا حنا، واللي كتمتاز بتوفرها توفرها على الروبو، زائد واحد المسار ديال الادويه اللي هو كيتمتاز بالتتبع من الاستقبال حتى سرير المريض. وكنأكد على سرير المريض، لان الدواء فاش كيجي كدار له استقبال من بعد لا كونفورميتي كيدار له ستوكاج او نيفو الغوبو. الغوبو اللي مورانا اللي كيهز تقريبا واحد 150 الف بواط، علبه متوسطه الحجم. من بعد الروبو الادويه كتطلع للملحقات اللي موجوده في لي زيتاج ديال لوبيتال السبيطار، كل ايطاج فيها جوج ملحقات. شنو يا اخر دوك كيفاش كيدوز الدواء من الملحقه للسيرفيس؟ هنا كيقوم الطبيب المعالج في المصلحه ديالو كيقوم بتحرير واحد الوصفه الطبيه، هذيك الوصفه كطيح مباشره عندنا في الملحقه، كيقوم الفريق اللي ديال الصيدليه بالتحضير ديالها وكيعدلها في واحد العربه. هذيك العربه فيها مجموعه من الادراج، دوك هذيك العربه كتمشي للمصلحه، وهنا كيقوم الممرض بسكان ديال البغص ديال المريض اللي كيفتح الدرج الخاص بهذاك المريض. دوك هنا بوغ زعما بوغ ايفيتي الاخطاء الدوائيه. دونك هذا بلوز او موان سيركوي ديال الادويه في سي اتش ديال طنجه. دونك حنا الهدف من هاد الرقمنه والهدف من هاد التطور ديال هاد الالات وكل شيء، الهدف ديالها هو اننا نحافظوا على الامن والسلامه ديال المريض هي الاولانيه. ثانيا الحفاظ على الدواء، لا تراسابيليتي، يعني كنعرفوا الدواء فين مشى عند من مشى ولمن تعطى. ثالثا بيان سور هادشي كامل غادي ياثر على ليكونومي ديال لوبيتال، دونك بيان سور غادي ناثروا على غادي نحافظوا على يعني غنربحوا ليكونومي في لوبيتال. تو سكي ريتمولوجيك كنبداو من لا ستيمولاسيون دو بلوس سام، يعني بوز بيس ميكر لو ديفيبريلاتور.